وسكت ماليا. شوف الاول اهلا بيكم، واسف طبعا على عدم حضور الحلقه امبارح، وشكرا جدا لزميلتي العزيزه دينا عبد الكريم انها يعني قامت بالموضوع افضل مني كمان، يمكن يجي 1150 مره حاجه زي كده. بس خليني اتكلم معاكم على النهارده. يمكن حضراتكم النهارده لاحظتوا انه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد انطلاق يعني بحضوره مش بس برعايته لفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الاول اللي هو صحة أفريقيا أو أفريكا هيلث أكسبو. طيب أنت قد تتساءل إيه السر وراء الاهتمام الحقيقي والشديد والعميق من قبل رئيس الجمهورية بأنه يحضر هذا المعرض أو هذا المؤتمر، وأنه يبقى في مجموعة كبيرة جدا موجودة، يعني يبقى في رئيس مجلس الوزراء، يبقى في شخصيات من أفريقيا وما إلى ذلك. الله، وكبار رجال الدولة. هل المسألة متعلقة بأنه المؤتمر فيه 400 عضو من غرفة الرعاية الصحية أو شركات عالمية ومحلية كبرى تعمل في مختلف القطاعات الطبية؟ لا، المسألة أكبر من ذلك بكتير. لأنه لو أنت ركزت كويس في كلمات فخامة الرئيس أو في يعني مقاطع من كلام فخامة الرئيس، ولو ركزت كويس جدا في نوعية الحاضرين الكرام لهذا المؤتمر وهذا المعرض، هتعرف ان احنا مش بنعمل معرض للشركات الطبية او العاملة في القطاع الصحي وخلاص. المسألة اكبر من كده. المسألة في انه افريقيا هتبدأ تاخد خطواتها من خلال هذا المؤتمر في نسخته الاولى، مش لتكرار نسخ المؤتمرات، ولكن لانشاء تعاون حقيقي وأصيل وجذري في قطاع الرعاية الصحية بإفريقيا، وإزاي الدول الإفريقية هتبدأ تتكامل مع بعضها، وإزاي في وقت من الأوقات هيبقى في عندنا صناعة مشتركة للدواء والأمصال إلى آخره، وإزاي هتوصل لمرحلة من ابتكار أو اختراع أدوية جديدة. طيب هنا أخدك على كلمة الرئيس. يمكن الرئيس اتكلم على فيروس سي، واتكلم انه ازاي كان قبل اكتشاف هذا الفيروس محدش اكتشف هذا المرض او اكتشف العلاج الى اخره. اذا الرئيس مشغول، وخد بالك هو قال كده، مشغول مش بس فيروس سي، هو مشغول بمسألة اكتشاف علاجات لأمراض أو اكتشاف أنواع جديدة من الأمراض حتى نستطيع أن نكتشف لها إذا كان لقاحات أو إذا كان أدوية. يبقى المسألة مش بس بنعمل معرض أو مش بس عاملين مؤتمر كبير بنتكلم وبنعرض فيه وجهات نظر وسبل تعاون، لا، المسألة هتبدأ واحدة واحدة تخش في إطار الفعل الحقيقي. خلونا نسمع جانب من كلمة فخامة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. وأنا على المستوى الشخصي كنت شايف أن المرض ده مؤلم جدا وكنا بنعاني منه، وزي ما اتقال في الكلام اللي انتوا قلتوه كله، ان لو في اراده وفي امل هيبقى في انجاز. لو في اراده وفي امل هيبقى في انجاز. وبالتالي لما كنت اقول يعني زمان يعني اقول يعني ما حدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده الفيروس سي قبل ما يكتشف يعني، وايضا علاج ليه، لقينا ان مجرد ان كانت النوايا كده، انا بتكلم على مستوى شخصي يعني، كان دايما ده هاجس، ودايما ده كان امر بفكر فيه بعمق الحقيقه. فربنا سبحانه وتعالى خلاني اعيش واشوف المرض ده واشوف كمان علاجه، ومش بس كده، ويخليني اساهم مع ابناء بلدي هنا في ان انا انهي هذا المرض في مصر. الكلام ده مهم، وحتى لا يتم تأويل الكلام واجتزاؤه وان احنا نسحبه في غير موضعه، الرئيس ما بيتكلمش عن نفسه بصفته عالم في اكتشاف الأمراض والفيروسات والأوبئة. بيتكلم عن نفسه باعتباره أولا مواطن مصري مهموم، أو قل بدرجة أخرى ضابط رفيع المستوى في الجيش المصري اللي بيحمي مصر طول الوقت مهموم. ثم انه شاء العلي القدير، وده كلام الرئيس، انه يبقى في موقع مسؤولية
فيبدأ يشتغل على إنهاء معاناة. هتيجي تقول لي يعني هو معقول يبقى الرئيس طول الوقت كان بيفكر في أمور قبل أن يصل حتى إلى سدة الحكم، أو أنه هذه الأمور كانت تشغله حتى قبل ما يبقى في حاجة اسمها يناير أو 25 2011؟ هقولك هو ده طبيعي لسبب. أمال إيه اللي خلاه يشتغل على أنه نجيب الدواء زي سوفالدي علشان خاطر نعالج بيه فيروس سي، علشان خاطر يبقى في عندنا بلد خالية من هذا الفيروس، ويبدأ يشتغل على مساعدة إخواننا وأهلينا في قارتنا السوداء إفريقيا العظيمة، علشان نحاول قدر الإمكان نسهم مع هؤلاء الأشقاء بالقضاء على هذا المرض قدر استطاعتنا وما إلى ذلك؟ وأنت متصور أنه أي رئيس مهم أو زعيم أو قائد في أي دولة ما كانش عنده ملفات رئيسية بتدور في ذهنه وتدور بخلده في آونة أو في مرحلة أو في وقت ما، فحين يصل إلى سدة حكم زعامة قيادة رئاسة ملك يا سيدي فيبدأ يشتغل عليها؟ يعني أنت عايز تتصور مثلا أنه عبد الناصر ما كانش مهموم بفكرة القومية العربية من قبل ما يبقى الزعيم أو الرئيس جمال عبد الناصر؟ ما أكيد كان مهموم بده. أمال هو الفكرة طلعت له إزاي؟ يعني فجأة لما بقى رئيس فكر في القومية العربية؟ يبقى أنت عندك سذاجة حقيقية لو أنت متصور كده. فاهم أقصدي؟ إذن طبعا هو أكيد الرئيس مهموم بشيء ما بيفكر فيه، ازاي يبقى مصر فيها فيروس، ازاي يبقى فيها فشل كلوي، ازاي يبقى فيها مش عارف نقص في احتياجاتنا من القمح، ازاي يبقى فيها مش عارف القطن العظيم الفاخر المصري ده لكن اللي هو مقدر على مستوى العالم، بس مصانعنا للاسف الشديد اتاخرت شويه فما بقناش عارفين نصنعه بالشكل المظبوط، او انه الرقعه الزراعيه المزروعه بالقمح او بالقطن بدات تتقلص، ازاي المصريين بيجي لهم هذا الفيروس؟ طب هو في ادويه ولا ما فيش؟ طب ليه هذا الفيروس ينتهي من اماكن في العالم فاحنا نحاول ننهيه عندنا؟ طب هو أكيد في علماء اكتشفوا له أمراض. هو ده اللي بيتكلم فيه فخامة الرئيس، علشان أنا عارف تاني الإخوان المسلمين واللي شبههم بيفكروا إزاي. وخلي بالك الناس دي بتتلون طول الوقت على حسب العصر وعلى حسب المكان وعلى حسب المتطلبات، فهيروح جاي واخد حتة بيكلم فيها الرئيس فبيقول أنا كنت طول الوقت بفكر إزاي هذا المرض ملوش علاج، ويا ترى في علاج ولا لأ، أو مش معقول حد ما اخترعش علاج. فهيروح جاي يقول لك إيه؟ يعني هو طول الوقت الرئيس ملهم؟ حبيبي هي المسألة ملهاش علاقة بالإلهام، هي ليها علاقة بأنه حد يبقى مهموم بحال بلده. فبما أن الإخوان عمرهم ما كانوا مهمومين بحال مصر بحال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال، ولا مصر شغلة تفكيرهم في مشاكلها، هم مشغولين بالجماعة وإزاي الجماعة تقدر تخلق استراتيجيات أو تخلق استراتيجية طويلة بتكتيكات مختلفة علشان خاطر يوصلوا للحكم فيسيطروا على هذا البلد. ده هم الجماعة. فهنا تشوف الفروق ما بين جماعة إرهابية حقيقي لا تعلم أي معنى ولو قريب من كلمة وطن أو وطنية، وما بين رجل بالتأكيد يفكر في هموم بلده. يعني أنا وإنت كمواطنين مفيش أي حاجة في بالنا مشكلة بنقعد نفكر فيها ونقول إيه معقولة دي ملهاش حل؟ يعني عمرك ما جات ده على بالك؟ يبقى عندك حاجة غلط طول الوقت. يعني مين فينا مثلا ما بيقعدش يفكر هو إيه الحل في إنهاء الفقر؟ يا ترى هنعرف ننهي الفقر من بلدنا مثلا؟ طب هنعرف ننهي الفقر في العالم في يوم من الأيام؟ هل في وسائل أو أدوات نقدر نستخدمها في ده؟ دي هنا هموم مش بس الحالمين، هي دي هموم الشخص اللي بيحب البلد والمجتمع والشعب اللي هو عايش جواه، بصرف النظر عن هو موجود في انهي رتبة او في انهي موقع قيادي الى اخره. فلما يصل الى انه ربنا سبحانه وتعالى يريد ان هذا الرجل يصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية، يبقى عنده شغل شاغل في انه ينهي مرض هو بالتأكيد هذا المرض مش بس بقى أصاب مئات الألاف ولا الملايين، وأنا أنهى حياة ناس كتير، يتم أطفال وأدى إلى أن أمهات أصبحوا ثكلى، زوجات أصبحوا أرامل، إلخ إلخ إلخ، ثم أن هذا المرض كمان يدفعك على عدم العمل وعدم الإنتاج نتيجة الإنهاك الشديد بسبب هذا المرض. لهذا مواطن في مرحلة من المراحل
اسمه النهارده بصفته الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال لك انا كنت بفكر في ده وطول الوقت الموضوع شاغل بالي. وبالتاكيد مش ده الموضوع الوحيد اللي كان شاغل باله، اكيد كان في مواضيع كتيره شاغله باله. فلما يصل الى الحكم يبدا يشتغل على ايه؟ كيفيه ايجاد حلول للقضاء على هذه المشكلات. مش هو الرئيس يعني؟ ده طبيعي. طيب خليني من ده أخدك على جزء تاني أيضا في كلام الرئيس، وكان بيتكلم فيه إنه العلماء اللي بيكتشفوا الأمراض يمكن محدش عارفه، لكن الناس بتشوف الأثر بتاع هذا الإنتاج الفكري، وإنه ده أمر بالتأكيد مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي. ده انعكس، يعكس إيه؟ هو يعكس اهتمام الرئيس بالبحث العلمي، يعكس تقدير الرئيس تقدير رفيع لقيمة العلم والبحث العلمي والعالم. ده هنا التقدير. فإن كان لديك رئيس، انت بقى هنا وانت مواطن في اي مكان على سطح الكرة الأرضية حقيقي، يعني لما يجي لك رئيس يقدر العلماء، اعرف ان انت ماشي على خطوات صح، اعرف ان انت ماشي على الطريق الصح. لو جالك رئيس لا يقدر العلم والعلماء ويرى انها تسالي على سبيل المثال، او انه يعني هم هيعملوا لنا ايه، او انه زي ما قال الرئيس انه اصل احنا مواردنا كده. خد بالك الرئيس بقى هنا ايه؟ قال لك ما ينفعش يبقى قله او ضعف الموارد تبعدنا عن الهدف. دي الفروق. في حد هيجي يقول لك ما انا ما عنديش الموارد اللي تخليني اعالجك، وفي حد يجي يقول لك هنا زي الرئيس عبد الفتاح السيسي ما ينفعش يبقى ضعف الموارد يمنعني من الوصول للهدف. خلي بس نسمع مقطع كمان من كلام الرئيس ونرجع نكمل الكلام. ان العلماء الاجلاء اللي هم يمكن الناس ما بتعرفهمش حتى ما بتشوفهمش، لكن بتشوف اثرهم. الأمر ده أمر مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي، إن بلد يبقى فيها يعني ساعة لما عملنا الإجراء بتاع الفحص الشامل في مصر كنا بنتكلم على دولة فيها حوالي 90-95 مليون، النهاردة احنا 102-103 مليون 104. يعني أقصد أقول لما عملنا الفحص ده وأطلقناه على المستوى القومي هنا، ثم ربنا وفقنا أيضا، عشان بس بقول لأصدقائنا وأشقائنا في أفريقيا اللي موجودين معنا هنا، هو تتصوروا أن قلة الموارد ممكن تبقى عائق أمام تحقيق الأهداف. أنت خدت بالك من المسألة؟ هي كده. أنه أنا هنا هسألك سؤال والله حقيقي، قول لي إيه اللي ممكن يعود على رئيس ما؟ انسى يا سيدي أن احنا في حالتنا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس ما في دولة ما يقرر بأنه الدولة تشتغل على فحص طبي كامل مجاني لكل مواطنيها، هو هيكسب إيه على المستوى المباشر؟ يعني النهاردة مثلا في حالة رئيس عبد الفتاح السيسي، قول لي إيه المردود المباشر على الرئيس من وراء إجراء فحص طبي كامل على زي حتى ما الرئيس قال 95 أو 100 أو 103 أو 104 مليون بني آدم. أنا هنا بقى بسألك أنت كمواطن، أحيانا يبتلع طعم الشك، هيعود عليه بإيه؟ يعني قول لي هيكسب الإيه؟ وهيكسب رضا ربنا سبحانه وتعالى، وهيكسب رضا عن نفسه، ضميره، سريرته تبقى مستريح، حاسس انه انا بعمل اللي عليا طالما انا توليت هذا الموقع. لكن انا مثلا كده المكاسب المباشر بتاعت زمان اياها ايه؟ ما هو زمان اياها كانش بيحصل كده خالص، ولا ربع كده ولا عشره ولا 1%. يعني ناس تعيا الناس ما تعياش مش مهم، مش موضوعه. في الحالة اللي احنا فيها لا، انا عايز الناس ما تعيش، عايز الناس دايما تلاقي العلاج، عايزين طول الوقت نعرف نحدد الاعراض ونقيمها ونشخصها ونجد وسيلة للعلاج. الرئيس في
جزء من كلامه هتلاقيه بيوجه حديثه لأشقائنا في إفريقيا، وهو بيتكلم إنه خلي بالكم إفريقيا سوق واعد. إحنا النهاردة 1,300,000,000. أكمل أنا؟ طبعا لا، عايزين نسمع الرئيس. إفريقيا سوق واعد. إذا كنا النهاردة 1,250,000,000 أو 1,300,000,000، فخلال 20-30 سنة بالكتير هنبقى 2.5 مليار. ده سوق كبير قوي، وبالتالي المستقبل لأفريقيا، المستقبل لأفريقيا. يمكن الناس ما تشوفش ده. الكلام صح 100%. بالمناسبة مسألة أن المستقبل لأفريقيا واللي بيتكلم عليها الرئيس بمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح مش بالإشارة، يعني لم يشير لذلك من بعيد، المستقبل لأفريقيا، مستقبل لأفريقيا. وهنا أنت لو قعدت فهمت وربطت كلام الرئيس فيما يتعلق بأفريقيا في أكثر من موضع من 2014 حتى هذه اللحظة، من أول زيارة للرئيس زيارة خارجية بوصفه رئيسا لجمهورية مصر العربية، هو ما طلعش أمريكا الأول، هو طلع إفريقيا، الجزائر بالتحديد. هنا ده بيعكس إيه؟ الفهم والتقدير والإصرار على العودة إلى الحاضنة القارية الأم ألا وهي أفريقيا، ده واحد، زي ما أنت بتحافظ على حاضنتك الإقليمية ألا وهي المنطقة العربية، وده برضو واحد مش اتنين، ما فيش حاجة فيهم أسبق من الأخرى. هرجعك تاني على أفريقيا، أنه وانت بتربط الكلام الرئيس يعي جيدا انه فعلا المستقبل لافريقيا، يعي جيدا انه افريقيا هي مستقبل اقتصاد العالم، مش بس مستقبلها الخاص بانها تستطيع الحفاظ على نفسها الخ الخ، لا، المساله ابعد من ذلك، هي مستقبل اقتصاد العالم، بل هي مستقبل صناعه العالم، هي مستقبل ايضا في وقت من الاوقات لصناعه الدواء في العالم، لان افريقيا غنيه بالمواد الخام، غنية، وعندنا عنصر بشري كبير، وعندنا قدرات واعدة تمكن القوة البشرية الإفريقية بأنها تحتل أماكن رفيعة جدا في كل المجالات، مش بس في العمل السياسي، مش بس في العمل الاقتصادي. أنا عايزك إذا أسعدك الحظ وسافرت برا ورحت زرت جامعة من الجامعات أو بضع من الجامعات، وعايزك تشوف الأفارقة بشكل عام من شمالهم لجنوبهم من شرقهم لغربهم لما بياخدوا فرصة للتعليم والتعلم المتميز بيعملوا ايه. طيب خلينا ناخد معنا على التليفون دكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ اهلا بيك وبالسادة المشاهدين والمستمعين، وحضرتك طيب الحمد لله. ربنا يخليك يا دكتور. والله يا دكتور كنا بنتكلم طبعا على المؤتمر النهاردة صحة افريقيا، وكنا بنتكلم على اهمية هذا المؤتمر مش بس على مستوى صناعة الدواء، بل هي صناعة وابتكار واختراع في المستقبل، اذا يعني المسألة مشيت بالنسق المطلوب او كيفما يعني ينبغي. هل المذيع اللي اسمه يوسف محق في هذا التصور، ولا انه دكتور جمال له كل الحق في ان يصحح هذه الفكره؟ حضرتك محق تماما، وازيد عليك كمان انه الحقيقه افريقيا زي ما حضرتك تفضلت وقلت غنيه بالثروات، قاره عظيمه فيها ثروات كثيره جدا، ثروات بشرية، ثروات معدنية، ثروات سياحية، ثروات بحرية، ثروات زراعية، عندنا كل الثروات. ولو يحصل تكامل، وده شعار المؤتمر الحقيقة، ان احنا جايبين الأشقاء الأفارقة بنقول لهم احنا وانتوا عايزين نتكامل مع بعض، لانه للأسف انه القارات الأخرى حط عينيها على ثروات افريقيا وبتاخد الريسورسز بتاعتها وبتصنعها هي وترجع تردها لنا احنا باضعاف الاسعار. وبعدين لما بيجي بقى نتكلم على الشق الدواء،
الدواء مهم جدا، لان الحقيقه مصر الحمد لله ابتدى فيها صناعه الدواء من 1939 لما طلعت باشا حرب بنى مصنع مصر المستحضرات الطبيه، واللي موجود الى الان. من هذا الوقت الى الان تراكمت عند مصر خبرات كبيره جدا، سواء خبرات صيدلانيه او خبرات علميه او خبرات هندسيه في صناعه الدواء. فيبقى كويس قوي ان احنا نتكامل مع بعض وننقل التكنولوجيا ديت، كمان الخامات الدوائيه واللي مصر داخله فيها بقوه هذه الفتره سواء الحكومه او القطاع الخاص، هيبقى في تكامل، لان افريقيا ما فيهاش اي، للاسف ما فيهاش اي صناعه خامات الى الان. فمهم قوي، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ايضا، افريقيا فيها 16% من البوبيوليشن، تعداد السكان في العالم كله، ونسبة الزيادة السكانية فيها أعلى من أي قارة أخرى. فزي ما سيادة الرئيس يمكن أشار النهاردة، يمكن قال بعد 15 سنين القارة دي هتبقى فيها 2.5 مليار بني آدم. فده فعلا مستقبل كل الشركات، لازم توجه عينيها على القارة الإفريقية وتهتم بيها. ومن باب أولى إحنا الأفارقة، إحنا الأشقاء اللي مع بعض، نتكامل مع بعض ونسد الثغرات اللي عندنا، ما نبقاش محتاجين من أي حد ونعتمد على أنفسنا. طيب دكتور جمال، من المعروف أنه يعني صناعة أو تحديدا ابتكار الدواء يطلق عليه دائما صناعة المليار دولار، وعلشان أوصل لده أنا أظن إن إحنا هنبقى محتاجين بقوة دعم كليات زي كلية العلوم في جامعات مختلفة، وتحديدا أقسام الكيمياء وأقسام البيولوجي، كذلك كليات الصيدلة. وعلشان أقدر أوصل لكل ده يبقى أنا محتاج أدعم هذه الكليات ودعم البحث العلمي، فنصل إلى صناعة متعلقة بابتكار واختراع أدوية. والدواء اللي بيتم اختراعه ده، أنا لسه كنت بقول من كام يوم في البرنامج، شركة من الشركات الكبرى بحباية واحدة جابت فوق الأربعة مليار. صحيح، ده حصل. حلو جدا. احنا هنبدأ في ده امتى، او علشان نبدأ محتاجين ايه؟ اللي كان معطلنا ان احنا نبدأ في دوت هو ان ما كانش عندنا قانون للتجارب السريرية، الكلينيكال ترايلز. والحمد لله القانون تم اصداره، وايضا صدرت اللائحة التنفيذية له، وابتدى فعلا احدى الشركات القطاع الخاص تعمل مركز ابحاث دلوقتي. حلو. كان افتتاحه من حوالي 20-25 يوم انا حضرته، وشركات اخرى على الطريق، وده ان شاء الله اللي هيخلينا ان احنا نوصل لده. ايضا من ناحيه اخرى، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انا من 15 يوم انا شخصيا موقع بروتوكول تعاون بين شركتي واحدى الجامعات، علشان يبقى فيه اندماج وتكامل ما بين الاكاديميا وما بين البراكتس والعملي في المصانع. حلو. احنا عندنا مشكله معينه عند هو، فكره يجي يحققها على المكان عندي في المعامل عندي، او انا اروح احلها عنده وهكذا. ده يبقى، وان شاء الله في بروتوكول تاني جاي لي بعد اسبوع نوقعه مع جامعه اخرى. ودوت هتبقى صايحه، انا يعني بتبنى دوت مع كرئيس غرفه صناعه الدواء مع الشركات الاخرى، ان احنا هنوقع بروتوكولات تعاون ما بين المصانع والجامعات، بهدف ان احنا نصعد ونزود وتيره البحث العلمي في هذا الاتجاه، عشان يبقى عند مصر فعلا انوفيشن وابتكارات للدواء اللي حضرتك بتتكلم عليه. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور جمال الليثي، رئيس لجنه صناعه الدواء، رئيس شعبه صناعه الدواء باتحاد الصناعات. خلونا ايضا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا شيخ. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله وشكر لله. دكتور عوض، احنا يمكن كنا بنتكلم من اول حلقه على اهميه هذا المؤتمر في خلق تكامل حقيقي ما بين افريقيا وبعضها البعض لدعم صناعه الدواء، بس انا بحط ما بين قوسين كمان لدعم البحث العلمي المتعلق بابتكار واختراع الدواء. ما بعد صدور قانون التجارب السريرية، نعتقد ان الطريق يمشي في اي اتجاه يا دكتور؟ شوف سيادتك، احنا يعني بالفعل عندنا ابحاث اكلينيكية. حلو. لكن عادة الابحاث الاكلينيكية السريرية او الابحاث اللي في مجال الدواء بتعملها شركات الدواء، مش
الحكومة ولا الأشخاص. كويس. ليه بقى حضرتك؟ عشان تكتشف دواء جديد ومركب كيماوي جديد دوائي بتحتاج تختبر عدد ضخم جدا من الكمات حتى تصل إلى مركب صالح للإنسان يستخدمه وآمن بالنسبة للإنسان. دي عملية وقت بتاخد وقت طويل جدا وبتاخد تكاليف عالية جدا. عادة اللي بتطلع هذه الأدوية يا إما مراكز بحوث جامعية ممولة من شركات دواء أو شركات الدواء مباشرة بتجريها حضرتك. كويس أوي. فإحنا يعني في ناس كتير فكرت في هذا الموضوع لكن الوقت والتكلفة بتبقى باهظة بتاخد سنوات طويلة جدا يا أستاذ يوسف. طبعا. عشان تقدر تعمل مركب وتجري عليه تجارب معملية ثم تجارب على حيوانات التجارب ثم على البشر بعدة مراحل فدي عملية طويلة في المدى. وإنت بسالتك لاحظت في موضوع الأدوية أو اللقاحات في أثناء كورونا كان يقول لك احنا سجلنا الدواء ده تسجيل عاجل أو تسجيل مستعجل أو تسجيل طوارئ. ليه؟ لأنه لم يأخذ حقه في البحث العلمي. مظبوط. الفترة الزمنية البينية المطلوبة. طيب هنا ده بيخليني انه هل يبقى في عندي خطوه اولى ممكن تبقى متعلقه بسبل لرعايه ابحاث علميه داخل الكليات والجامعات المختلفه او حتى المراكز البحثيه اللي انا عارف انه اغلبها حتى هذه اللحظه ان لم يكن كلها باستثناء واحد او اثنين تابعه للدوله، انه يبقى في عندي مصنعين او شركات صناعات دواء كبيره في مصر بتدعم او تمنح بتدي منح لطلاب لأجل البحث العلمي وما إلى ذلك. دكتور بيني. ألو. أيوة فندم مع حضرتك. محتاجة نوع من التكامل أو الترابط بين الصناعة والبحث العلمي أو الجامعات المصرية. ليه بقى؟ إحنا عندنا فترة طويلة جدا بنعتمد اعتماد كبير على عمل أدوية بيسموها جنيسة أو ممثله لادويه ثانيه. ايوه. فانت بتقدر تجيب المواد الخام من بره او من مكان استيرادها او تصنع بعض المواد الخام وتدخلها الصناعه تطلع اقراص او كبسول او شرب. انما فكره احنا نصرف مبالغ طائله على اكتشاف مركب كيماوي جديد يعني دي بتحتاج بعض الوقت وبعض طبعا. لان شركات الدواء العملاقه استاذ يوسف اللي هي بتعمل هذه التجارب الاكلينيكيه على ادويه جديده بتصرف ملايين. يعني مثلا تلاقي شركه ضخمه او متعدده الجنسيه بتاخد نسبه مئويه من ارباحها تقال البحث العلمي. صحيح. الارباح دي بتبقى مليارات. مظبوط. من الدولارات او اليوروهات او جنيه الاسترليني. والابحاث دي قد تتكلف مليار برضه. قد تتكلف وقد تنتهي في اخر بيت المركب ما ينفعش. صحيح. فهي كده لما بيلاقوا مركب بينفع ويستخدم للبشر بيقتوا. عشان كده تلاقي بعض المركبات غاليه الثمن جدا نتيجه للتكلفه الباهظه بتاعه البحث. اذا يرى او كيف يرى دكتور محمد عوض تاج الدين المأمول من هذا المؤتمر صحه افريقيا؟ هذا المؤتمر ولد بعد يعني فتره زمنيه كبيره جدا وتفكير كبير جدا لتربيط او ربط الدول الافريقيه ببعضها. يعني انت عارف في مصر الحمد لله نتائج طيبه في الرعايه الصحيه، عندك انتاج دوائي وفير، يمكن دخلنا في 130 شركه دواء او اكثر، من مجموعها 152 شركه بتنتج ادويه. فاذا عندك طفره في بعض الادويه. لما حصل ازمه كورونا الحقيقه يا استاذ يوسف لم نشعر حقيقه باي عجز او نقص في اي ده في الادويه. فاذا انت عندك اله بتصنع الادويه اللي انت عايزها وعندك اله حتى بعض الادويه الجديده او الحديثه قدرت تعمل نوع من التفاهمات مع الشركات صاحبه هذا الدواء بانك تصنعه في مصر. طيب وافريقيا؟
المفروض هي بتوعاني، وانا قلت كده النهارده في كلمتي قدام شيرت الرئيس. ايوه فعلا. فانت وفي بعض الدول الاخرى فيها بعض الشركات، وبعدين لما نيجي نحتاج دواء مواد خام كلنا بنلجا لدول اخرى. وبعدين لما كان في ازمه عالميه، عندما لم يكن هناك وفره في الدواء، عندما كانت سلسله التوريدات يعني تقريبا مقطعه، عندما كان مصاريف الشحن باهظه، فمحدث قاره واحده، وعندنا وسائل مواصلات داخليه، نهر النيل العظيم، مواصلات بريه، يعني تقدر تتواصل. فلماذا لا نرى بعضنا ونشوف بعضنا ونشوف امكانياتنا مش بس الدوائيه؟ النهارده يا استاذ يوسف انا مش واقف صغيرين ما اخلص المؤتمرات العلميه اللي هي تبع هذا المؤتمر. ايوه انت بتوريهم انتاج دوائي، انتاج اجهزه، بتوريهم القدره الوطنيه المصريه في مستوى في مجال الطب بحثا وعلما وخبره. عظيم. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه. طيب احنا معانا على التليفون ايضا دكتور هبه البشبيشي مدرس العلوم السياسيه والباحث في الشؤون الافريقيه. اهلا بيك يا دكتور هبه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله كله تمام. دكتور هبه قولي لي افاق التعاون ما بين اشقائنا الافارقه وبعضهم البعض لانجاح هذا المشروع، مساله انه يبقى في صحه افريقيه متكامله مع بعضها البعض، هل احنا كلنا، مش هألقي بالأمور على كتف ونترك الكتف الآخر، هل إحنا كلنا مستعدين لتخطي تبايناتنا ولا لا؟ الأول خلينا أقول عود أحمد لإفريقيا. الحمد لله. خليني أقول لحضرتك كمان إن أنا بكون ممتنة جدا للسيد الرئيس وفخورة بأدائه الحقيقة في القارة الإفريقية. خليني كمان أقول إن مصر دوما هي بتحمل يعني زي شعلة للحضارة كده في القارة الإفريقية. طبعا كون إن يكون في تفكير من القيادة السياسية المصرية تجاه الدول الإفريقية على هذا المستوى، المستوى الصحي والتعامل مع القطاع الطبي والصحي في إفريقيا، الحقيقة دي نقلة نوعية للدولة المصرية من خلال التعامل مع الدول الإفريقية أو القارة الإفريقية عموما. الحقيقه افريقيا يعني دوما هي مشهوره بفكره الامراض المتوطنه، عندنا قطاع صحي يعني هش الى حد ما. الحقيقه فكره الفيروسات اللي بتهجم على افريقيا امر احنا معتادين عليه وبندرسه بصوره يعني الجغرافيا السياسيه لافريقيا متعارف عليها. الحقيقه كمان خليني اقول ان هناك بعض المحاولات اللي ظهرت في القاره الافريقيه ويمكن ده احنا رصدينه كباحثين لبعض الدول زي تنزانيا، زي نظام الصحي في بروندي، زي جنوب افريقيا، بتحاول تعمل عمليه نهضه او انتقال من النظام الهش للتعامل الصحي الى مقاومه الامراض المتوطنه. حلو. وانشاء مراكز حقيقي يعني لمكافحه هذه الامراض والتعامل معها بشكل او باخر. كمان يمكن فكره شرق افريقيا هي المنطقه، منطقه حوض النيل وامراض حوض النيل هي مشتهره جدا في العالم الخارجي وبره وبتدرس ومعروف عنها ان هذه المنطقه هي منطقه افراز للامراض المتوطنه وامراض وبائيه، وبالتالي لابد من المكافحه بصوره اكثر يعني ديناميكيه وتحرك من خلال الموارد المتاحه زي ما اشار السيد الرئيس النهارده. الحقيقه اللقاء كان عظيم، شفت كلمة السيد الرئيس لأنه عنده معلومات كتير عن إفريقيا، تحدث عن كيفية مواجهة يعني القطاع الصحي الهش لإفريقيا. كمان مصر دايما بتقوم بدور قيادي، شفنا النهاردة المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس، الحقيقة أنا ممتنة جدا وفخورة بيها، معالجة أو يعني فيروس كورونا التبرع بأمثال الفيروس. الحقيقة في تحول مصري كبير تجاه القضايا الملحه لافريقيا، كنا الاول بنتعامل على انا محتاج ايه من افريقيا، الحقيقه دي كانت الصوره الثابته للاسف عند السياده المصريه فيما مضى في التعامل مع افريقيا، ان انا محتاج ايه من افريقيا، لكن الحقيقه النهارده هو في تحول نوعي، احنا بنتكلم الافارقه محتاجين ايه؟ طب ليه الافريقي بيروح بره لامريكا وللولايات المتحده ويروح للاتحاد الاوروبي يدور على اللي ممكن يكون موجود شبيه ليه ولكن بصوره اقل في مصر مثلا، ليه ما اديلوش اللي هو محتاجه؟ الحقيقه البلان اللي معموله للتعامل مع القضايا الافريقيه بصوره او باخرى هي مشرفه في الوقت الحالي لينا كباحثين ومتخصصين في الشؤون الافريقيه. خليني انقل على جزء ثاني
للمؤتمر ده او يعني الاهتمام بالقطاع ده، ان قبل كده ما كانش فيه حاجه اسمها مؤتمرات طبيه خاصه بافريقيا. افريقيا كانت بتحضر المؤتمرات الطبيه الاوروبيه والامريكيه، ها، لنقل هذه الافكار المختلفه للدول الافريقيه. الحقيقه النهارده احنا بنشوف ممكن يكون فيه تجارب افريقيه حقيقيه على الارض، زي مصر عملنا تجربه حقيقيه في مكافحه فيروس سي، وبالتالي يعني شفنا يعني رئيس منظمه الصحه العالميه بيشيد بالتجربه المصريه، فكره مكافحه الامراض الاوبئه المتوطنه. الحقيقه فيروس سي كان بياخد تصنيف في مصر انه من الامراض المتوطنه، والنهارده شفنا ان في محاوله لمكافحه هذا المرض بايدي مصريه بصناعه دوائيه مصريه. الحقيقه كل دي سكور بتسجل في يعني في الجول لمصر. مصر حققت جولز كثيره في الهدف ده، او ان قضينا على الفيروس بعلاج مصري وباطباء مصريين وبمكافحه مصريه. كل ده طبعا نقله نوعيه. كمان ممكن نقول ان هذه التجربه لو تم نقلها لعدد من الدول الافريقيه في مكافحه الامراض المتوطنه الشبيهه بامراض الكبد، ها، وهي متعدده A و B واكثر من فيروس، يعني هنقدر نوصل لان يكون المواطن الافريقي عنده كبد سليم. دي يعني اعتقد انها نقله نوعيه، خاصه في منطقه شرق افريقيا انا عندي نظم علاجيه منهاره او يعني صحيه منهاره في عدد من الدول، اولا اثيوبيا، كينيا، رواندا، دي دول منطقه شرق افريقيا تعاني معاناه كامله مع الامراض المتوطنه. ايضا مرض النوم او سي سي اللي احنا عارفينه في افريقيا ايضا من الامراض اللي لابد من مكافحتها. الحقيقه فكره القطاع الطبي في افريقيا، يعني احنا قلنا ان افريقيا هي ام الامراض على مستوى العالم، والحقيقه افريقيا هي ام العلاجات. خلينا نقول ان كل العلاجات اللي ظهرت حتى في الطب كانت التجارب السريريه ليها والتجارب المعمليه ليها في افريقيا. وبالتالي من حق بقى المواطن الافريقي اللي عدى عليه كل هذه التجارب وكل هذا الالم والاسى، ان يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمه بتاعتك، القاره الافريقيه العظيمه. الحقيقه افريقيا عظيمه بكفاح ابنائها، افريقيا عظيمه بقيادتها، افريقيا عظيمه بمحاوله الانتقال من مصاف الدول المتلقيه الى الدول التي يعني to have creation. عندنا creative ابداع، احنا بنخلق الحاجه، بنعمل الدواء، بنعمل ده بايدينا بمواردنا المتاحه. الحقيقه ده مهم جدا ونقله نوعيه في قطاع الصحه وقطاع الدواء بالنسبه لافريقيا. ده كلام اكتر من عظيم بالنسبه لي. يفضل الاجابه بتاعه السؤال، هل ال 54 دوله مستعدين؟ ما انا مش عايز مصر تقدف لوحدها. مستعدين لتخطي التباينات ولا هنلف اللف؟ مصر بتقدم مبادره، يعني خلينا اوصف الوضع. مصر بتعمل مبادره حقيقيه تاريخيه تحسب لصالحنا، لكن فكره الايرادات السياسيه يا استاذ يوسف، ما احنا اتفقنا قبل كده ان افريقيا عندها كتير، ولكن الاراده السياسيه زي ما تحدث عنها السيد الرئيس النهارده، قال احنا عندنا موارد قليله لكن عندنا اراده قويه لن تلين. يمكن ده يكون مش موجود في كل الزعماء الافريقيين، يمكن يتفق من يتفق ويختلف من يختلف، لكن تظل مصر هي الرائده، تظل مصر هي اول من قامت بهذا المعرض الطبي، تظل مصر هي اللي فتحت المجال، وبناء عليه اعتقد انها تتوالى التوافقات ما بين الدول الافريقيه وبعضها. يا رب. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور هبه البشبيشي، مدرس العلوم السياسيه والباحث في الشؤون الافريقيه. استاذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. أظن الكل يعرف إن 1975 ده واحد من أهم الأعوام اللي مرت على البشرية، يعني لأن أنا اتولدت سنة 75. أكيد لأ، مش بالضرورة يكون 75 أهم يوم في للبشرية، لكن هو بالتأكيد سنة، أسف، أهم سنة، لكن بالتأكيد سنة 75 كانت سنة شديدة الأهمية للمجتمع الإنساني، وتحديدا للاقتصاد، وتحديدا أكتر لحركة التجارة العالمية، لأنه من 47 سنة بالضبط وفي نفس ذات اليوم أو في مثل هذا اليوم، 5 يونيو، قناة السويس من بعد 67 اتقفلت، احنا عارفين النكسة 5 يونيو.
ثم يأتي عام 1975 طبعا بعد انتصارات أكتوبر في 73 ويجي 74 75 5 يونيو يعاد فتح أو تعاد فتح قناة السويس مرة تانية. هذا الممر والمعبر الملاحي اللي بيعد واحد من أهم المعابر التجارية على مستوى العالم. في الوضع اللي احنا فيه ده أظن تقريبا حوالي 17% لو أنا يعني الرقم اللي في دماغي سليم، ممكن أكون مخطئ يعني، 17% من حجم التجارة العالمية بتمر من عندنا، واخد بالك؟ طيب، وقدرة قناة السويس على إنعاش التجارة العالمية، أو لا قدر الله شل التجارة العالمية، وهنا تفهم أهمية قناة السويس من 67 ل 75 كانت عاملة إزاي. قدرة قناة السويس على إنعاش التجارة العالمية أو لا قدر الله شلها قدرة مذهلة تكاد لا تضاهيها أو لا يضاهيها أي ممر بحري تاني في العالم. طب هذا الكلام كلام راجل مذيع، فلنعود ونرجع إلى واحد من أبرز المتخصصين في هذا المجال، وبالتأكيد هو رئيس هيئة قناة السويس سيادة الفريق أسامة ربيع. أهلا بحضرتك يا سيادة الفريق. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. يعني نهنئكم بالعيد 47 لفتح القناة مرة تانية أمام التجارة العالمية سنة 1975. الحمد لله، نهني المصريين كلهم، الحمد لله رب العالمين. يمكن كنت بقول إنه هذا الممر التجاري العالمي إن لم يكن من أهم الممرات بل هو أهمها على الإطلاق، مظبوط؟ طبعا بيعدي قد إيه؟ نتكلم على حتى اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. لا يا فندم اتفضل. لا كنت بتكلم ان هو يعني حضرتك كنت بتكلم على ان العالم عانى، يعني عانى اقتصاديا ثمان سنوات قفل القناه، وخسروا العالم خسر حوالي 13 مليار دولار في رحلات طبعا عبر رأس رجاء الصالح، مده اطول وتكلفه اكثر وخطوره اكبر. بنتكلم على 47 سنه برضو من 75 لغايه دلوقتي، عدى 900 الف سفينه في قناه السويس، ده يدل على اهميتها ورقم كبير. 27 مليار طن بضاعه عبروا قناه السويس، حققنا 131 مليار دولار من 47 سنه لغايه دلوقتي، ارقام كبيره اتحققت يدل على اهميه قناه السويس وانها فعلا هي محور التجاره العالميه للعالم كله. احنا نتذكر انه في يعني ماض قريب وقت ازمه السفينه ايفر جرين العالم كله كان يقف مترقبا، وبجهد ابناء الهيئه الناس كانت متخيلة انه هنقعد 6 و7 و10 اسابيع، لكن احنا في 6 ايام الحمد لله قدرنا نفتح الممر الملاحي مرة تانية. طبعا دي ملحمة برضو من البطولات، واللي انا بعتبرها برضو من ضمن التحديات الكبيرة اللي كانت بتواجهنا وبتواجه قناة السويس منذ من افتتحت من 153 سنة من 1869. تحديات تالي التحديات طبعا، تحديات سواء كان بيفتحها سنة 75 عاد يفتحها تمام، كان في 8500 لغم في قاع القناة، فبتطهر 8500 لغم بالخطورة بتاعتهم وكميتهم الكبيرة، في 700,000 لغم على الضفة الشرقية، في 35,000 طن مخلفات حرب وأجسام معدنية وسفن غرقانة، تعمل الكلام ده في سنة أنت بدأت عملية التطهير ده على فكرة في إبريل 74 وتفتتح في يونيو 75، إنجاز ضخم وكبير وتحدي كان كبير. طبعا افتتاح قناه السويس الجديده برضه كان تحدي طبعا كبير، لان كان متحدد له 3 سنوات عمل في سنه واحده، وكانت الكلام عليه ان هو ملهاش لازمه وان قناه ملهاش لازمه ولازمتها ما فيها قناه واحده لا ليها لازمه. طبعا اقول لحضرتك ان بكره ان شاء الله باذن الله، يعني خبر لحضرتك بكره ان شاء الله في 80 سفينه معديين في قناه السويس. الله، لو ما كانتش قناه السويس الجديده موجوده ما كانش هيتعبر 80 سفينه، كنا بنتكلم في 45 سفينه 50 سفينه بكثير قوي. فاحنا نقول بكره ان شاء الله 80 سفينه، احنا عدينا 100 سفينه ايام ايفر جيفن لما كانت في 422 سفينه عالقين في السويس وبورسعيد نتيجه الحادثه، فعديناهم ال 422 دول في 4 ايام، احنا اكثر من 100 سفينه في اليوم. تحدي، كل دي تحديات، 3 تحديات، والحمد لله ربنا بيكرمنا وبننجح فيها، عشان برضو الشعب المصري ده شعب اصيل، وقناه السويس بتجري في دمائه، يعني بيحب قناه السويس بتجري في دمائه، ودايما احنا بنحب نبشره بالخير دايما. بقول بكره 80 سفينه ان شاء الله، السنه الماليه تنتهي يونيو ده نحقق 7 مليار دولار باذن الله، يا رب. رايحين 6 مليار، رايحين 6 مليار 300. فبرضه ايه، في المناسبه دي نحب نقول لكم اخبار، يعني ان شاء الله تكون
سعيد على الشعب المصري. طب ده كده يا سيادة الفريق، يعني أولا طبعا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إنه إحنا إذا وصلنا لرقم 7 مليار ده هيبقى رقم قياسي جديد في تاريخ القناة، يضرب نفس الرقم أو بالأدق يضرب رقمها القياسي السابق. طبعا يعني الرقم السابق كان 6 مليار 300 السنة اللي فاتت. 300، فبنتكلم على 7 مليار مقفولين بإذن الله. 700 مليون أو زيادة إن شاء الله بإذن الله. أو زيادة يا رب إن شاء الله. يا رب يا رب. طيب مسألة إنه أكبر أو أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال عدت القناة، يعني حتى لما نيجي نقرأ الخبر يقولوا عدت القناة بمنتهى الأمان وفي عملية عبور فريدة من نوعها. المواطن العادي يا ست الفريق هيسأل هو كانت ممكن تبقى إيه الصعوبة وليه نصفها بأنها عملية عبور آمنة فريدة؟ لأن طبعا دي ده برضو من ضمن التحديات، يعني حضرتك ذكرت طبعا دي أكبر وحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين غاز في العالم. أول مرة تدش من سنغافورة ولسه عبر أول مرة للقناة. الغطس بتاعها 18 متر تحت المية، أنا بتكلم على عمارة 6 أدوار تحت المية. أكبر غطس ما كانش بيمر قبل كده، غطس ده أكبر حاجة عملناها قبل كده 17.5 متر، فدي متر زيادة. كمان في مشكلة كان الارتفاع بتاعها كان كبير 69.5 متر، وأنت عندك كوبري السلام ارتفاعه 72 متر، بتتكلم على فرق متر ولا متر ونص. عملية حسابية دقيقة جدا بتتدرس كويس قوي، وتدرس قبلها بأسبوع على المحاكي، وحددنا القطرات اللي كم قطرة هتبقى موجودة عليها وكم برش هيبقى شغال عليها. من مدة أسبوع احنا بنشتغل، عينا المركب نفسها دي في خليج السويس لمدة يوم بالكامل في السويس، العباطين بيعينوها والعياسين والناس اللي هتشتغل عليها مع عمال القطرات. لا برضو ده إنجاز كبير لقناه السويس ان هي تعبر هذه السفينه بامان الحمد لله، وخدت على فكره 26 ساعه، يعني برضه من ضمن المجهود الكبير خدت يوم وشويه اكثر من يوم في ان انت تعبر هذه السفينه بسلام وامان زي ما حضرتك قلت. طيب سياده الفريق، اذا ما كناش عملنا قناه السويس الثانيه، واذا ما كناش عملنا عمليه رفع الكفاءه وتعميق وتكريك القناه المستمر والتحديث المستمر، كان ممكن السفينه دي تعدي؟ لا ما كانتش هتعدي طبعا، ولا ال 80 سفينه اللي بكره ان شاء الله هيعدوا دول كانوا هيعدوا. احنا كنا بنتكلم في 45 سفينه و50 سفينه، ما كانش ال 422 سفينه في حادثه ايفر جيفن كان ممكن نعديهم 100 سفينه في اليوم. لا حاجات كتير قوي، احنا ما بنتكلمش قناه السويس الجديده بدون شك وبدون تفكير نقل التصنيف القناه من مكان لمكان اخر خالص، خلت هو اقصر طريق فعلا وامن طريق. امن طريق دي مهمه برضو طبعا، لان انت يعني امن طريق واقصر طريق، ان انت بيبقى عندك قناتين مش قناه واحده، ممكن تنتقل لقناه اخرى في حاله حدوث لا قدر الله حاجه يبقى عندك قناه ثانيه. اقصر طريق بقى بياخد 10 ساعه بدل ما كان بياخد 22 ساعه، والتايم طبعا ده فلوس بالنسبه طبعا للتجاره العالميه، والتجاره طبعا فلوس، انت بتوفر له 50% من زمن العبور مع سفن عملاقه ما كانتش بتعبر قناه السويس قبل كده. لو انت اتاخرت شويه كنت هتفقد كتير جدا، كان كل السفن مش هتقدرش تعبر عندك تمر قناه الرجال الصالح لان الاعماق عندك ما تسمحش. فقناه السويس الجديده لا، زودنا الاعماق 66 قدم. احنا بنعمل مشروع جديد دلوقتي بنزود الاعماق في الجزء ال 40 كيلو في الجنوب دول 72 قدم. فاحنا القناه الحمد لله بتتطور وفي مشاريع عملاقه يوم بيوم، يعني المياه بتجري والمشاريع معاها بتجري كل يوم، ما بتوقفش قناه السويس عن التطوير ومحاكاه التطور العالمي اللي بيحصل في الشبك. وتستمر منظومة عظيمة. أنا بشكرك جدا جدا سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. خلونا وإحنا بنتكلم على قناة السويس ما ينفعش ما تاخدهاش حتى من الجانب التاريخي، لأنه هي ملحمة حقيقية بكل المقاييس. ملحمة حفرها في القرن ال19 ده على سبيل المثال، ملحمة تأميمها في القرن العشرين 1956، ملحمة إعادة فتحها يعني ما بين الغلق في 67 وحتى إعادة الفتح في 75، ملحمة شق القناة الموازية قناة السويس الجديدة، ملحمة التعميق أنت بتتكلم كل هذه الملامح كانت بعرق وبجهد وبمعاول وبأيدي وبماكينات وبكراكات المصريين وبس. خلونا ناخد هنا دكتور جمال شقرة، الأستاذ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، أحد أهم خد بالك بقى هنا لو صح التعبير، يعني مش عارف في التاريخ يصح قول
العلماء أو الباحثين الكبار البارزين في هذا العلم المهم جدا ألا وهو التاريخ وبالذات تاريخ حديث. أهلا بك يا دكتور جمال. أهلا وسهلا وبشكرك مرة تانية. لا يا فندم ما تشكرنيش، أنا دايما هقول لحضرتك هو أنا طول ربنا يخليك. يا رب يخليك يا دكتور. أنا مجرد باحث يا أستاذ يوسف في علم التاريخ، ربنا يخليك. ده تواضع العلماء كما جرت العادة يا دكتور. دكتور جمال، كنا بنتكلم على فكرة قناة السويس هي ملحمة مصرية من وقت الحفر الأول في القرن ال19 وحتى هذه اللحظة، ومرت بمحطات. كيف يرى دكتور جمال شقرة هذه الملاحم المتعاقبة أو هذه المحطات المتعاقبة في تاريخ القناة؟ يعني خليني أقول لك أنه الشخصية المصرية العظيمة سمة من أهم سماتها التحدي، وسمة من أهم سماتها الصبر والقدرة على الإنجاز، وسمة من أهم سماتها أيضا الوقوف إلى خلف الحاكم إذا ما وجدوا أنه بيعمل لمصلحة البلد. الأمر الثاني المهم أنه الله سبحانه وتعالى وهب مصر موقع مهم جدا بين البحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر، ووهبها النيل العظيم، ولذلك هيرودوت قال أن مصر هبة النيل. والحقيقة أنه مصر هبة النيل وهبة المصريين، صح، في آن واحد. الإنسان المصري الذي يتصف بالذكاء تفاعل مع هذه البيئة العظيمة وهذا الموقع العظيم، وكانت عيونه دائما على نهر النيل، والعلاقة تربط بين البحر الأحمر والنيل ثم بين البحر الأحمر والبحر المتوسط لتدعيم عملية التجارة وتأمين موقع الاستراتيجي لمصر. ولذلك يعني من ملوك مصر العظام، يمكن في الأسرة الـ12 سيزوستريس، سنوسيرت الثالث مثلا، يعني سنوسيرت الثالث هو أول من فكر في حفر قناة، وهنا بس قناة تصل البحرين الأحمر المتوسط بطريق غير مباشر عن طريق النيل، وكان هدفه دعم عملية التجارة المصرية. وهذه القناة بالمناسبة يعني أثرها لا تزال موجودة بالقرب من السويس. في زمن الاحتلال الفارسي أيضا يعني عندنا ده قبل كده حتى في نخاو سنة 610 قبل الميلاد فكر أيضا في نفس المسألة، ولما جه الملك دارا، احنا على فكرة هنلاقي تفاصيل كتيرة جدا قبل الميلاد ومحاولات سواء من الفرس أو من الرومان لاستغلال هذا الموقع الاستراتيجي وربط البحر الأحمر بالنيل بالبحر المتوسط. هنلاقي يعني أسماء كتيرة وهنلاقي تواريخ كتيرة لغاية ما بيجي الخليفة عمر بن الخطاب والوالي عمرو بن العاص، وبيفكر أيضا في حفر القناة اللي هتسمى قناة أمير المؤمنين. وهنا على فكرة لازم أقول ملاحظة مهمة قوي يا أستاذ يوسف. تفضل يا فندم. إنه تاريخ مصر ارتبط بتاريخ قناة السويس، سواء حتى القناة القديمة أو القناة الحديثة، والصراعات التي دارت في الشرق الأوسط أيضا ارتبطت بقناة السويس. يمكن أقول لحضرتك إن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أمر بردم القناة سنة 760، ولما تشوف الأمر ده ليه صدر، حتى لا تستخدم القناة في نقل المؤن والعتاب إلى أهل مكة والمدينة اللي كان فيها ثورة ضد الخلافة العباسية. شوف هنا تاريخ بعيد قوي، ولكن الصراعات في المنطقة مربوطة بقناة السويس. لما بيجي نابليون بونابرت بيحمل مع علماء الحملة مهندسين فكروا أيضا في ربط البحرين الأحمر والمتوسط، ويمكن وقعوا في خطأ هندسي عدلوه بعد ما رجعوا، وعرض المشروع على محمد علي، لكن محمد علي تخوف أن يؤدي هذا حفر القناة إلى بسور جديدة في الشرق الأوسط، ولذلك رفض. وإن كان يعني محمد علي
الحياة لجزء من القناة القديمة إلى أن يأتي ديليسيبس وديليسيبس يعني مغامر رأسمالي يأتي ويعرض على الباشا سعيد باشا الامتياز ويعرض عليه فكرة حفر القناة. وهنا بقى نتوقف عند حاجتين، عند مرحلة بتسمى في التاريخ مرحلة النهب الاقتصادي الاستعماري لمصر، ونتوقف عند الخداع المصري اللي مارسه ديليسيبس حتى يمنح مصر الامتياز المجحف، الامتياز الأول الخاص بحفر قناة السويس. ونتوقف أيضا عند يعني قدرة الشعب المصري، وزي ما حضرتك قلت تماما إن ملحمة كبيرة كان بطلها الحقيقي ليست الأموال التي جمعت وليس ديليسيبس، وإنما البطل الحقيقي في هذه الملحمة هو الشعب المصري. صحيح. الفلاح المصري الذي حفر القناة بأدوات بدائية للغاية ودفع الثمن باستشهاد 120 ألف فلاح مصري دفنوا في رمال القناة. يمكن قبل ما أكمل عايز أقول لحضرتك أنه القناة ستضيف إلى موقع مصر أهمية استراتيجية، ولذلك العبقري جمال حمدان وصفها بأنها نبض مصر، نبض الحياة في مصر. الحفلة الشهيرة اللي عملها الخديوي إسماعيل وتم افتتاح القناة سنة 1869 لفتت أنظار العالم ولفتت أنظار كل القوى الرأسمالية في العالم إلى أهمية هذه القناة اللي ربطت البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. لكن بتطور الأحوال وبيع مصر للأسهم وابتزاز الشركة شركة قناة السويس للعائد من القناة، وصلنا إلى أنه هذه الشركة أصبحت دولة داخل الدولة في مصر، ومن ناحية أخرى لا تستفيد مصر من هذا العائد الضخم. صحيح. بمقاييس هذه الفترة. ولذلك أمم جمال عبد الناصر القناة في ملحمة أخرى عظيمة جدا. صحيح. في 26 يوليو 1956، وهنا من الوثائق ومن أوراق عبد الناصر الحقيقة ومن أرشيف منشيت البكري عايز أقول لحضرتك أنه تأمين القناة لم يكن أبدا رد فعل على رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي، وإنما هذه الفكرة وجدت في أوراق عبد الناصر وفي ذهن عبد الناصر منذ قيام الثورة، وهي فكرة قديمة أيضا، يعني حلم من أحلام المصريين إن هم يأمموا القناة قبل مجيء ثورة 23 يوليو، لأنه عمل وطني محض، يعني عودة القناة إلى أصحابها الطبيعيين، وده في حد ذاته شيء مهم جدا. دكتور جمال أنا عايز أشكرك جدا 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 على إعطائك الوقت ده لينا، وأتمنى تاني أجدد طلبي بل ورجائي وأمنيتي إن حضرتك تنورنا داخل الاستوديو ونتكلم حبتين على ملاحم مصرية حديثة، وده شيء مهم جدا. كل الشكر لدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث. مصر فازت. إيه ده؟ أيوة خبر جامد ده. مصر تفوز على غينيا بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 87 من المباراة في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الإفريقية. كوت ديفوار 20-23 تصفيق حاد. سقفة. مصر الحقيقة عملت ماتش حلو. الكل واحنا بنتفرج بره قبل ما ندخل الحلقة كان بيتكلموا على، أنا ما أدعيش إن أنا راجل فاهم كورة قوي يعني، على قدي قدر الإمكان، لكن احنا لعبنا حلو. وبالمناسبة أنا كنت حتى بتكلم مع صديقي وزميلي العزيز عبد الله صبري واحنا بنتكلم، بقول له عبد الله أنت ليه مش مهتم بالماتش؟ قال لي أنا محبط، ده بسبب نتيجة ماتش الأهلي والوداد، وأنا مش شايف إن ده يؤدي إلى أي إحباط على الإطلاق. الأهلي ما شاء الله ما شاء الله متعود على المكاسب والفوز، جلت مرة ما يجراش حاجة. وبالمناسبة لما تيجي تشجع الأهلي، ودي برضو كده إيه يعني في ودن إخواتي الزملكاوية اللي زي حالاتي، الرياضة ما فيهاش تعصب بالمناسبة، ولما تشجع الأهلي وهو بيلعب قدام الوداد عمليا أنت مش بتشجع بس الأهلي، أنت بتشجع الكرة المصري. فما ينفعش تبقى فرحان ان الاهلي ما كسبش، ما ينفعش. يعني شيء انا في رايي
يرفض العقل، وإن كانت اللغة تستطيع الرفض لرفضته اللغة فلا تستقيم الجملة. إزاي أفرح في إنه نادي مصري مكسبش؟ مهم هرجعك على يعني تاني، بس أنا عايز أكد عليك ونسأل عليك النبي، فكر فيها كده بالراحة. كرة مصري، كرة يد، كرة مية، كرة سلة، كرة الريشة، أي حاجة، نادي مصري بيلعب قدام نادي غير مصري، ينفع لو اتهزمت تبقى مبسوط لمجرد انك انت بتشجع النادي المنافس ليه؟ ينفع؟ مش منطقي يعني بالعقل كده. مهم هرجعك على بقى النهارده. فعبد الله قال لي يا عم انا مش، انا خلاص فقدت الامل. قلت له عبد الله احنا نعمل ايه كذا ملكويه؟ ده احنا بقينا لما بنكسب ده مش متخيل يعني، ده احنا ممكن نذبح عجل فيها. مهم فتفوز او يفوز النهارده المنتخب المصري. المباراه دي تحديدا امام غينيا هي المباراه الاولى في ايد، لو صح تعبير او تحت اداره بتعبير اخر، ايهاب جلال كمدير فني لمنتخب الفراعنه المصريين. طبعا زي ما انتم عارفين انه ايهاب جلال تولى اداره الفنيه لمنتخبنا الوطني بعد ما كارلوس كيروش يعني انهى تعاقده، بعد ما للاسف ما كان لناش حظ في التاهل لنهائي كاس العالم. خلونا ناخد معانا على التليفون ناقدنا الرياضي البارز صبري سراج. اهلا اهلا اهلا. مساء الفل يا استاذ يوسف. مساء السعاده عليك. مساء عليك وعلى كل جمهورك. مساء الجمال. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي معروف يعني، مش هقدر. هل معقول انك، هل لو افترضنا الايه معكوسه وان الزمالك هو اللي بيلعب قدام الوداد والزمالك اتهزم، هل هتفرح كاهلاوي؟ بص هو يعني الموضوع طبعا في اقاويل كتير وفي اكتر من شق ممكن نتكلم فيه. يعني في ناس بتشوف ان في اصلا منافسه ما بين الانديه وبعضها على الرياضه الافريقيه يعني، فمن هذا المنطلق هم ما بيحبوش ان الطرف الثاني او المنافس بتاعه يتفوق عليه. ما هو مين اللي يوصل للنهائي؟ اللي يوصل للنهائي نشجعه. وفي ناس زي حضرتك بيشوفوا لا، اللي بيوصل النهائي او بيمثل مصر هو بيمثل الدوله، فهو زيه زي المنتخب، فاحنا لازم كلنا نقف وراه. انا مش حقيقه مش هقدر اقول لك مين صح ومين غلط لانها وجهات نظر في الاخر، انما الاكيد ان احنا كل الناس لازم تكون ملتفه حوالين منتخب مصر. يعني فكره ان انا احبط عشان الاهلي اتغلب فما شجعش المنتخب، دي الحقيقه انا ما بفهمهاش يعني وما بستوعبهاش. المنتخب فوق كل حاجه، والمنتخب هو اللي لازم كلنا الحقيقه نلتف وراه، اهلاويه زملكاويه اتحادويه الناس كلها، ده منتخب بلدنا، هو ده اللي بيحمل اسم مصر. ففكره ان انا اكون محبط عشان النادي بتاعي ما وفقش في بطوله فانسحب من تشجيع المنتخب او ما يبقاش فارق معايا، ده الحقيقه اللي انا ما بستوعبوش وما بفهموش. والله يا صبري لقيت زميلي اسمه عبد الله صبري بالمناسبه، لقيت عبد الله صاحبي، ده صاحبي كمان الزميل، باصص في الموبايل كده ومحبط. قلت له عبد الله انا يعني مش معاده، قال انا محبط جدا بعد هزيمه الاهلي. هو الحقيقه يعني الاهلاويه كلهم محبطين يعني، مش يعني حاجه مش هنجمل الكلام، الاهلاويه كلهم محبطين، وكان املهم في تحقيق الثالثه على التوالي وال11، انما ما حصلش نصيب، خلاص صفحه واتقفلت. النهارده عندنا منتخب مصر، فده موضوع ثاني خالص وهو الاهم في كل حاجه. الحقيقه ان احنا لازم نكون موجودين كلنا ورا منتخبنا ونسانده بقوه، لان دي مرحله جديده نتمنى ان هي نكون موفقين فيها يعني. طيب بالمناسبه بقى هنا، ايه رايك في الماتش بتاع النهارده في اطار مهم، اول ماتش لايهاب جلال؟ طبعا هقول لك على حاجه، اولا نحمد ربنا على النتيجه الحمد لله، وانها بدايه موفقه كنتيجه. الاداء ما كانش منتظر ان احنا نقدم مباراه قويه، الراجل لسه مجمع اللعيبه من اربع خمس ايام فما لحقش يوصل فكره للعيبه. المباراه اللي بتكون بالشكل ده في بدايه مستهل مشوار جديد مع مدرب جديد، بتكون انا بشوف ان هي 80% لعيبه 20% مدرب. اللعيبه هي اللي المطلوب منها في مباراه زي دي ان هي تشيل المدرب، وان هي تقول للمدرب احنا معاك وهنلعب بكل قوه عشان نطمنك على المرحلة الجاية، لأن الراجل فعليا ما لحقش يشتغل. فاللي أنا شفته النهاردة ما كانش فيه الحمية الكافية الحقيقة، ودي حاجة أزعجتني جدا.
ان ما كانش الرهان على ان اللعيبه المحترفين وبالذات لان هم فيما عدا محمد صلاح خلصوا الموسم من بدري شويه فعندهم فتره او شويه راحه مش مستهلكين مثلا زي محمد صلاح اللي هو لحد الاسبوع اللي فات كان بيلعب ولا لعيبه الاهلي اللي هي لحد من خمس ايام كانت بتلعب. فكان الرهان على اللعيبه دي تحديدا ان هي تقدر النهارده تفوق المنتخب وخبراتهم والكواليتي الحقيقه بتاع لعيب منتخب مصر اللي هو افضل من لعيبه غينيا بكتير وفي فرق في فروق كبيره ما بين المنتخبين. كان المفروض الحقيقه ان احنا النهارده نحقق نتيجه افضل من دي. الحمد لله خدنا الثلاث نقط لكن العرض ما كانش بالنسبه لي على الاقل ما كانش بالشكل اللي كنت منتظره. وزي ما قلت لحضرتك انا ما كنتش مستني من ايهاب جلال حاجه لانه الراجل لسه يا دوبك اربع ايام بيمرن المنتخب او اول تجمع ليه يعني من اربع ايام فمش منطقي خالص ان هو يقدر يوصل فلسفته وفكره للعيبه وخصوصا ان هم طالعين من مرحله كارلوس كيروش اللي هي كان اداء دفاعي متحفظ لمرحله ثانيه خالص بتعتمد على البيلد اب وعلى الهجوم وشكل مغاير تماما لاسلوب وطريقه اللعب اللي المنتخب لعب بيها في الفتره اللي فاتت. فهو الرهان بالنسبه لي النهارده كان على اللعيبه مش على المدرب. بس نرجع ونقول الحمد لله خدنا الثلاث نقاط ودي بدايه موفقه على الاقل على مستوى النتيجه يعني. طيب غير انك برأت الاهلي خلاص كده وطلعته بره المعادله واصله كان بيلعب ومنهك ومش عارف ايه فشيلتنا ما لا نستطيع حمله لوحدنا بس ماشي. لا ما اقصدش يعني انا النهارده مثلا شايف ان حمدي فتحي كان اميز لاعب في المباراه. يعني وهو لاعب النادي الاهلي وهو شارك في اللقاء انما كنت اقصد ان في يعني زي ما شيلتش ايهاب جلال المباراه وزي ما قلت ان محمد صلاح ما شيلوش المباراه دي لانه لسه لاعب من كام يوم فلعيبه الاهلي برضو كانت بتلعب من كام يوم فكان الرهان على اللعيبه اللي هي شويه فريش ان هي يبقى في حميه وتلعب بشكل اجود من الشكل اللي احنا شفناه النهارده. لكن ارجع واقول لك مثلا حمدي فتحي النهارده وهو لاعب النادي الاهلي كان افضل لاعب في المباراه. ماشي تبرأت الاهلي وخليت فتحي هو احسن لاعب شكلك اهلاوي متشدد يا صبري. على كل طبعا اكيد مجرد مداعبه لكن على كل اكيد لنا يعني المزيد من الاحاديث حول المباريات القادمه. نطلع فاصل ولا يا جماعه؟ نطلع فاصل معنا تقرير قبل الفاصل. يا ما شاء الله يا ترى ده التقرير بتاع المؤتمر العربي الثاني للرياضه والقانون. طيب المؤتمر ده بيدور عن ايه يا جماعه؟ المؤتمر ده بيدور على مناقشه العقود الرياضيه وكيفيات تسوية المنازعات. بالمناسبة المؤتمر ده حضروا العديد من الشخصيات البارزة في مثل هذه المجالات. المؤتمر هدفه الرئيسي انه المشاركين يعرفوا بفاعلية لو صح التعبير يعني كيفية صياغة العقد في المجال الرياضي، النظم القانونية الحاكمة ليها، آليات تسوية المنازعات وفقا للميثاق الأولمبي. على كل مش عايز أهوسكم بمجموعة من المصطلحات، رب صورة تغني عن ألف كلمة. شوف التقرير وبعدين فاصل ونكمل الكلام. الرياضة يعني بنقول اللي بيربطها ايه السبورتس كوميونتي، رياضة البطولة يعني سبورتس كوميونتي. الخريطة الدولية للرياضة بتبدأ باللجنة الأولمبية الدولية وتحتها اللجنة الأولمبية أو اللجان المحلية في كل دولة وما بينهما يعني دور اللجنة الوطنية في مباشرة الإشراف الفني للمواثيق الأولمبية داخل الدولة وفي حال تنظيم البطولات وهكذا. وعلى الجانب الآخر هو الاتحادات الدولية، والاتحادات الدولية طبعا بيكون يعني تحتها الاتحادات الوطنية أيضا أو المحلية اللي بتطبق نظم وقواعد الاتحادات وطبعا اللجان المشتركة ما بينهم. الحقيقة الدول بتأتي هنا في القاعدة الكبيرة واللي بينطلق منها الأندية ثم الاتحادات. المنظومة بتاخد أشكال كتيرة جدا، أشكال الأندية بتختلف من دولة لدولة. في أندية بيكون فيها الأندية عامة فيها العديد من الأنشطة الرياضية والمشتركة في الاتحادات بالإضافة إلى النظام الاجتماعي والاقتصادي الموجود في هذه الأندية. نحن تواجدنا اليوم كمركز الإمارات للتحكيم الرياضي وهو المركز الرسمي في دولة الإمارات والممثل
كأول مشاركة في هذا المؤتمر، ولكن أصبح المركز والحمد لله من المراكز الرائدة في دولة الإمارات. هدفنا دائما خلق ثقافة التحكيم والتوفيق في الإمارات والوطن العربي، وأعتقد نحن نجحناها بانتقالنا إلى اعتماد من الكاس على الجانب الإماراتي، وأصبحت القضايا المحلية تنظر يعني في دولة الإمارات. هناك دعم كبير منها. يمكن المميز في هذا الشيء أن مركز التحكيم في دولة الإمارات، خلنا نقول المركز الوحيد في الوطن العربي اللي صادر بمرسوم قانون، فأصبح صلاحية التنفيذ فيه أقوى، والحمد لله حتى الآن احنا حققنا رقم قياسي في ظل الجائحة، في ظل هذا، في القضايا اللي بتينا فيها.